السلام عليكم أصدقائي، نتمنى تكونوا في أحسن حال. مرحبا بكم في هذا لا نوفيل فيديو من سلسلة دروس اللغة الفرنسية دارجة مع مول فرونسي. في هذا الفيديو غادي نشوفوا الدرس ديال لو ريجستر ليتيرار أو لا لي توناليتي. الشرح ديالنا غادي يكون باللغة العربية وكذلك بالدارجة. أول حاجة غادي نبداو بها هو التعريف ديال هاد لو ريجستر ليتيرار، يعني اش يكون هاد لو ريجستر ليتيرار. لو ريجستر ليتيرار أو لا توناليتي أو لا حتى لو طون هي مجموعة من الخاصيات والمميزات اللي تقدر تكون في واحد النص واللي كتخليه تأثير خاص على القارئ. التأثير يقدر يكون عاطفي أو لا فكري. لو ريجستر الأولاني اللي غنبداو به هو لو ريجستر كوميك. هاد لو ريجستر بسيط وبزاف، هو لو ريجستر اللي كنلقاو في واحد النص اللي الهدف ديالو فقط هو يضحك القارئ. يعني كيستعمل مجموعة من الكلمات أو الجمل أو الوضعيات تخلي القارئ يضحك. الدوزيام ريجستر هو لو ريجستر إيرونيك. لو ريجستر إيرونيك كيشبه شي شوية لو ريجستر كوميك باسكو تا هو كيضحك، ولكن هنا الهدف اللي كيكون في هاد التكست اللي تيكون في هاد لو ريجستر ايرونيك ماشي فقط يضحك القارئ، لكن ايضا تيكون من خلال السخريه من واحد الشخص او لا من شي حاجه. لو ريجستر ساتيريك تا هو كيشبه شي شويه لو ريجستر ايرونيك اللي قبل منه. لو ريجستر ساتيريك تيحاول ينتقد مجموعه من الاخطاء اللي كاينين في المجتمع اللي كيديروها مجموعه من الافراد عن طريق السخرية والاستهزاء. لو ريجستر باتيتيك. لو ريجستر باتيتيك واحد لو ريجستر اللي كيستعمل الكاتب واحد النص باش يقدر يتوشي لي سونتيمون ديال هذاك القارئ، يعني باش يحاول يكسب العطف ديالو وباش يبقى فيه تو سامبلومون. لو ريجستر ميرفي هو واحد لو ريجستر اللي كنقدر نلقاو في واحد النص اللي كيخلط ما بين الواقع والخيال، لو ريال و لي ريال. يعني نقدر نلقاو مثلا احداث واقعيه اللي تقدر تكون واقعيه تقدر تكون حقيقيه، ومن مع هذيك الاحداث يكونوا احداث وحدين اخرين اللي تيكونوا خياليه اللي ما نقدروش نصدقوهم. لو ريجستر فانتاستيك هو واحد لو ريجستر اللي يتميز مجموعة من الأحداث اللي ما كتكونش حقيقية وتتكون خارقة للعادة أو غير قابلة للتصديق. لو ريجستر ليريك واحد لو ريجستر اللي كيتستعمل غالبا في القصائد، يعني في الشعر. في هذا لو ريجستر هذا تلقاو دائما الكاتب كيحاول يعبر على المشاعر والأحاسيس ديالو، يعني تجاه واحد المرأة أو لواحد الوطن. يعني يقدر يكون تيعبر على الحنين او على الشوق على التاسف او على السعاده الى اخره. لو ريجستر تراجيك واحد لو ريجستر اللي كنلقاو دائما في واحد النص اللي كيحكي لنا على المعاناه وعلى البؤس والمآسي اللي كيعيشها مجموعه من الشخصيات او لا واحد الشخصيه وحده. هنا الشخصيات دائما ما كيحاولوا انهم يخرجوا من هاد المآسي ويوصلوا لواحد الهدف، لكن في نهايه المطاف ما كيحققوش هذاك الشيء اللي باغيين، وبالتالي غالبا ما كتسالي القصه يعني بالحزن، كتسالي غالبا بالموت ديال هذيك الشخصيه او لا هذيك الشخصيه الرئيسيه. دل هنا غادي نكون وصلنا للنهايه ديال هاد لا فيديو. نتمنى تكونوا استفدتوا فهمتوا مزيان هاد لي ريجستر. نتلاقاو في فيديو واحد اخرى.